السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو ده بيبين فيه واحد بعض المسائل اللي تتعلق بفريق الرجاء الرياضي، واللي أكيد أن المسألة المهمة الآن هو عزيز البدراوي. خصنا نكون عندنا واحد المنطق ديال الكلام في هذا الموضوع. ما كيهمناش المواقع بحال شوف تي في ولا مواقع أخرى اللي هجمة على السيد. اللي كيهمنا احنا الآن أننا كاين واحد القناعة في الغالبية العظمى ديال الجمهور بأن هذا السيد هذا خصو ياخذ الفرصة ديالو بناء على الكلام اللي قالو هو، على الاستعداد ديالو باش يترشح وباش يولي رئيس فريق الرجاء الرياضي وباش يجيب السيولة المالية باش يدير انتدابات وباش يخرجنا من هذاك الروتين ديال الرؤساء اللي تعاقبوا على الرجاء في السنوات الأخيرة. إذا المسألة المهمة الآن في هذا هو أننا نسندوه. المساندة ديالو ما يعنيش أنه إذا ولا رئيس أن النجاح مضمون 100%، لكن إذا جاء رئيس وحل المشاكل المادية ودار انتدابات في المستوى وشاف الأمور الأخرى التقنية، إذا جاء وجد واحد الأرضية والوسائل ديال تحقيق الأهداف والنجاح فيكون دار اللي عليه. طبعا هناك أمور أخرى اللي ديال الحظ والعوامل الخارجية وهذه الكرة، يقدر ما ينجحش، إلا ما ينجحش فأمر وارد، ولو أن إذا توفرت الوسائل يعني تكون واحد النسبة ديال الإخفاق نسبة يعني أقل من نسبة النجاح، فإذا ما نجحش فيكون اختيار ديال الجمهور اختيار يعني غير صائب، وهذه ماشي نهاية العالم، لأن حتى في السنوات الماضية العقد ديال في 10 سنوات الأخيرة الرجاء ما نجحتش باش تجيب واحد الرئيس يعني في المستوى ديال الفريق. انا كنشوف بان اي رئيس جا الان اول حاجه خصو واحد المحيط اللي يشتغل فيه يكون محيط سليم، والمحيط السليم كيوجدوه ليه المنخرطين والجمهور والاعلام. الاعلام ما كنتكلمش على الاعلام ديال الدرع الاعلامي الفاسد، معروفين هذوك حنا كلاسيناهم. خص الاعلام نزيه يتعاطى الى الشخص يعني من خلال الافكار ديالو والمشاريع ديالو والعمل اللي غادي يقدمه، اما الامور الشخصيه فهي بعيده عن اي نقاش. الان جمهور ديال فريق الرجاء الرياضي مطالب باش يساند هذا السيد هذا، والكمال على الله سبحانه وتعالى. المساله الثانيه اللي بغيت نتحدث عليها باننا حنا كنتكلموا الان على رئاسه جديده، على عهد جديد، على تغيير، على نهضه في الرجاء، ونسينا باننا مازال الموسم ما سالاش، مازال كنلعبوا على البطوله. والاول الامور اللي خصها دار الان هو اننا نركزوا على البطوله ونركزوا على المباراه القادمه ديال الديربي، لان الانتصار فيها كيعطيك واحد الامل كبير انك تبقى منافس على البطوله. اذا اللعبه اللي عندنا الان، المدرب اللي عندنا الان، لازم اننا نساندوهم وباش يحققوا اللقب وباش حتى يرجعوا واحد الثقه في النفس والاثبات ديال ذات نفوسهم، لان طبعا هناك مؤاخذات كثيره، ولكن ماشي كل لعابه راه فيهم لعابه اللي مازال غادي نستافدوا منهم الموسم المقبل، فيهم لعابه اللي مازال خصنا نجدوا لهم العقود ديالهم. يجب التركيز كذلك، وهذه مسألة مهمة، على أننا ما زلنا في المنافسة، الموسم لم ينتهي بعد. الإخفاق من تشامبيونز ليغ إخفاق كبير، ما كناش غنتقصاو لأن تقصينا بالشمتة، تقصينا ببعض الأخطاء الذاتية ديالنا، وكنقصد بها ديال المدرب وديال اللاعبين، ولكن هما كأمور خارجية اللي ساهمت في الإقصاء ديالنا. فإلا تذكرنا لغلي ضربة جزاء، ولا ذكرنا لي كذلك هذاك الهدف اللي خصو كان يسجلو الهبطي في الروتور، كان الهبطي خصو يسجل، كان سريدة خصو يسجل، وما تقصيناش ما تقصينا بالشمتة. إذا خصنا الآن نركزوا على هذا الموسم. والرسالة الأخيرة غادي نوجهها لشوف تي في، ما بغيتش نسميها اسم آخر، حنا ما غاديش ننزلو في المستوى. راه البدراوي عنده اسم سميتو عزيز، يعني ما فهمتش انتوما ملي سماكم خيخي ما رضيتوش انتوما تسموه بول الزبل.
يعني كاين تناقض في الحوار. ثم واحد الحاجه مهمه اللي بغيت نوجهها، شفتي بي اش داكم نتوما؟ اذا الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي يعني بالاجماع بشبه اجماع بغى هذا السيد ياخذ الفرصه، نتوما اش داكم؟ واش نتوما عندكم الوصايه على فريق الرجاء الرياضي؟ حنا من كنقولوا لكم ماشي سوقكم، دخلوا سوق راسكم. حنا يعني هذا الاختيار مجازفه، قمرنا مع هذا السيد باش يكون رئيس، السيد داكشي كيخص الجمهور ديال الرجاء وكيخص البيت ديال الرجاء. نتوما ما سوقكمش، وزعما غير هاد البدراوي اللي كاين في العالم، ورا رؤساء ديال الفرق اخرى، رؤساء فرق اخرى حتى هما عندهم ما يتقال فيهم، رؤساء فرق اخرى اللي نتوما وصفتوه بالبلطجي، وفي الاخر ولا عندكم هو القدوه. يعني كاين فرق اخرين في المغرب، وكنقول لكم بانكم وليتو ضحكه، والله العظيم الى الضحكه. يعني هذيك كل 5 دقائق ولا 10 دقائق باش دير منشور على 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 عز بدراوي، فكيبين بانك انت تقاسيتي، كيبين بانك انت عارف راسك بانك ما حققتيش الاهداف ديالك. ولهذا شوف تي في وكان يحترم نفسه، يعني ما يدخلش في هذه المتاهه هذه. ومره اخرى كنقولوا لي ما عندكمش الوصايه علينا، الجمهور ديال الرجاء الرياضي عنده وصايه على الفريق ديالو، وما محتاجينش حنا نشوف تي في ولا شي منبر اعلامي باش يتكلم بسميتنا. فينا الكفايه كجمهور، كصفحات، كمنخرطين، كفعاليات رجويه باش نناقشوا حنا الامور الداخليه ديالنا. اذا ما صلحش لنا هذا البدراوي حنا نعرفوه، واذا ولا رئيس وما صلحش حنا غادي الجمهور والفعاليات الرجويه هي اللي غادي تقيم هذا السيد هذا واش صالح ولا ما صالحش. تلاحوا، شوف تي في، الى اللقاء.